الحمد لله راه موقف دابا حاليا الهدم في المدينه القديمه الى ما بعد رمضان، ولكن بعد رمضان ما عرفناش ربي العالم بينا، ما عرفناش شنو المصير ديالنا خويا. حنايا في هذه الزياره ديال الزياره المولويه ديال صاحب الجلاله سيدنا الله ينصرو في مدينه الدار البيضاء، تنطلبوا من الله عز وجل. حنا خطانا، الخطا اللي درنا حنايا هي صوتنا على الناس المنتخبين، خاب ظننا فيهم، خاب الظن ديالنا فيهم مليون في المئه. ولكن حنايا غنقصدوا بانا باب ديال المغاربه كاملين، تنقصدوا نقصد الله، قصدنا هو غادي. حنا بغينا نشوفوا غير المشروع الملكي اللي عطى سيدنا ديال المدينه القديمه ديال 2011 2012 ديال 93 مليار تحط في المدينه القديمه، اعاده تاهيل المدينه القديمه وترميم المنازل وحفاظ على المعالم التاريخيه، ما بقاش هادشي اللي كاين. هذا المشروع الملكي اللي عطى سيدنا الله ينصرو في المدينه القديمه ما بقاش، لوبيات احتلوا عليه. انا من المضرورين ديال الساكنه المدينه القديمه، انا عندي دار تيتر ملكيه وجاني قرار ديال الهدم كله، ودرت خبره مضاده واتجهت عاوتاني تندير رئيس الجامعه. شوف ديتها الجامعه، ديتها الوكاله. دابا المشكل فاش نمشي للوكاله الحضاريه عند الناس الموظفين تما يقولوا لي والدار تيتر خصها ما يمكنش تشملها، تنقول لها تشملها ما تشملهاش. راه جا في القرار المقدم الجماعي جاء انه بنايه على التقرير ديال الوكاله الحضاريه، فهمتي؟ راه بنايه على تقرير الوكاله الحضاريه، وتندير خبره مضاده ومشيت درتها وطنت فيهم، ولكن الله المستعان. انا تنطالب المطلب ديالي حاليا الوحيد، انايا شوف المطلب حالي الوحيد ديالنا في الزياره المولويه ديال سيدنا الله يسترو مدينه قديمه، طالب واحد في الزياره ديال المولويه ديال سيدنا الله يسترو. انا فتحت تحقيق ديال الجهات المعنيه اللي تلعبت الاموال ديال سيدنا 93 مليار واللي دار الدم بالساع العقوبه مني، انا نيت نستاهل الدم ديال العقوبه والضرب الحديد. الحمد لله احنا المغرب، الحمد لله ربي راه مفتحين على استحقاقات عالميه، راه كاين كاس افريقيا حاليا، كاين كاس افريقيا، كاين كاس العالم، بزاف ديال الاستحقاقات جايه. ولكن لا حياه لمن تنادي، ربي لا تعلم بنا، والله اقسم بعزتي الله اخويا وحق لا اله الا الله، الا الساكنه تعلم بها غير الله سبحانه وتعالى، الساكنه تعلم بها غير الله سبحانه وتعالى، راه لا اله الا الله. راه دخل هنا والله يتبكى اخويا، راه شحال الساكنه هنا مضروره، لكن اللي جات ما بقاش فين تجلس، ود تحت تخلع، راه تخلع المنتخبين. شوف راه سيدنا الله ينصرو ما تيثقش في السياسيين، بانا بات المغاربه كاملين ما تيثقش. كيفاش بغيت انا نثق فيهم انا؟ وانا انا دابا عرفتي غير في الامر شنو هو، انه فواحد اللقاء دار الدور الاستثنائيه ديال المقاطعه ديال سيدي بلوط، الرئيسه اللي مسنيه في القرار ديال الساكنه تتبكي معانا وتقول لنا بقيتوا في الساكنه ما عندي، وانت بقيتنا فيك وحنا بقينا فيك، حنا انت مسنينا في القرار، انت ذبحتينا وتتبكي معانا. كيفاش درتي انت واش ذبحتي الميت وغادي في كناس السوق؟ كيفاش ضمنتي معايا وانت مسنيه في القرار ديال تشرطي اسرات؟ ماشي اسره، ماشي انا، غد الامه ديال الاسره غتشتيهم. شنو هو؟ الا الا ضغط عليك شي لوبي كبير، خرجي وصرحي. دابا انت دابا انت شوف شو سبحان الله العظيم، شي الساكنه المدينه القديمه الا ما سمحوش والله معنا في الدعس، هيا دابا هي مضاربين بيناتهم، المستشارين مع الرئيس مضاربين بيناتهم، هما مضاربين بيناتهم، المستشارين تيقول لك هضره والرئيسه تقول لك هضره والضحيه والمواطن. الحمد لله التنسيق دارت مراسلات، دارت مراسلة الوكالة الحضارية، ودارت مراسلة السيد الوالي مهدية، ودارت المراسلة لهذا سميتو مجلس المدينة، نتسناو الجواب ديالها، ونتمنى من الله عز وجل يجاوبونا. محد سيدنا كان في كازا، نشوفوا الجواب، اللهم نسمحوا لهم، لأي واحد عنده يد في التهجير القسري كيف المدينة القديمة، اللهم نسمحوا لهم، وغدا أمام الله نتحاسبوا أنواع، نتحاسبوا معاهم. راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، والله العظيم اقسم بعزه الله وحنا في شهر الغفران، والله ما نسمح لاي واحد كان عنده يد في هذا الشيء اللي وقع في المدينه القديمه. معلمه تاريخيه تتهدم تتهدم تتريب تتريب. دخلناك بجاه الله خويا ما درتش فيديو، فيديو روبورتاج على المدينه القديمه وشوف الساكنه كيفاش تعاني، راه معلمه خويا تاريخيه ما تيريبوا فيهم دابا هنا خويا. راه منازل ديال المقاومين ومنازل ديال الفنانين كبار في الشعب البيضاوي والمقاوم الاخر بزاف، راه المدينه القديمه خرجت ابطال، خرجت مقاومين. راه ندوي معاك انا راه وصف بطل المغرب جوج مرات ندوي تتاليه فريد سامبو كومبا وابدي الطفلين، وفي الاخر المطاف من بعد رمضان غنتشرد انا وولادي بسبب واحد سينات لي في القرار ديال الهدم كلي، وانا طاعن في القرار ديالي انايا طعن في القطاع طعن. درت خبره مضاده والله من
نتنازل على 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 ديالي انا. والله ما نتنازل عليه باي وجه كان، والله ما نتنازل عليه. الحمد لله في دوله المؤسسات، في دوله المؤسسات درتي خبره انت صيفطتو نتوما درتو درتو خبره خبره معينه. دابا جبت خبير انا وفاش درت الخبره ورا في الامر شنو هو دابا، غير في الامر شنو هو دابا. كل مكتب في الدوله دارو مترخص، اي واحد اي واحد مقاول او اي واحد بغى يفتح شي مكتب في الدوله خاصو واحد الترخيص للدوله ياك. انا الخبير اللي جبت هنايا وعنده رخصه انه خبير في الدوله، عنده مكتب وكل شيء. قال لك اسيدي حق الود ما معترفينش به هما، والله المستعان. ونطلب من الله عز وجل، احنا في يوم 13 في رمضان، وحنا نتمنى من الله عز وجل في هذه الزياره المولويه ديال سيدنا يكون واحد بسيط الامل، يكون بسيط الامل. حنا خطانا، صوتنا على الناس ماشي في المستوى خبض ديالنا فيهم، ولكن نلتجؤوا لبونا، نلتجؤوا لسيدنا. حنا خطانا حيت حطينا على 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 روسنا. حنا ناس ماشي في المستوى، حطينا على روسنا ونتحمل المسؤوليه، ولكن نقصدوا سيدنا. راه هو غادي يعطف علينا كما عطف على مدينه قديمه 93 مليار، غادي يعطف على الساكنه. وسيدنا ما تيبغيش هادشي، كما قال جدنا الله يرحمه الحسن الثاني، الشعب المغربي شعب تحدي، الشعب المغربي شعب تحدي، ولا جاو التحديات حنا مستعدين لها.